صباح الخير يا تاني، غدا إن شاء الله امتحان العلوم، بدي أراجعكم بمادة امتحان بكرة، فالكل يركز معي وينتبه، وإن شاء الله الامتحان سهل وأموركم رح تكون ميسرة. أول إشي اسم درسنا أعضاء جسم الإنسان. إيش معنى كلمة العضو؟ حكينا كلمة العضو هو جزء في جسم الإنسان. هذا الجزء له وظيفة محددة. فرضا كنا نحكي عن مين؟ عن إيدي. هاي إيدي هي عبارة عن جزء في جسمي، صح؟ طب إيدي لها وظيفة معينة، شو وظيفتها؟ إما تناول الطعام، إما الكتابة، إما الاستحمام، إما الرسم، بغض النظر، لكن الإيد جزء من جسمي وأنا بقوم بنشاطات معينة من خلال إيدي. تمام يا تاني؟ كاتبين لكم هون معلومة عن اليد، إنه إحنا بنستعمل اليد للتناول الطعام، للكتابة، استحمام، الرسم، بغض النظر عن المعلومات. القدم هي جزء من جسمي، بستطيع من خلال قدمي أو رجلي إني أمشي، أركض، أقفز، ألعب كرة قدم، وهاي النشاطات. تمام يا تاني؟ نيجي لأعضاء جسم الإنسان الموجودة معاكم في الكتاب، تنقسم إلى قسمين، أعضاء الحس والأعضاء الداخلية. إذن أعضاء جسم الإنسان الموجودة معنا في الكتاب تنقسم إلى قسمين، أعضاء الحس والأعضاء الداخلية. إيش يعني أعضاء الحس؟ هم الحواس الخمسة. شو هم الحواس الخمسة يا تاني؟ اللي هي البصر، التذوق. اللي هي حواسكم الخمسة، البصر والتذوق وشم أنفي والسمع واللمس. تمام؟ إذا لما يجيكم سؤال في الامتحان، أبصر الأشياء من حولي من خلال حاسة، تحط دائرة على إيش؟ حاسة العين أو عضو العين. تمام؟ إحنا بنتذوق الطعام عن طريق أي حاسة؟ لسانك. أنت تستطيع أنك تتذوق الطعام. أنت بتشم الروائح عن طريق مين؟ عن طريق عضو اللي هو الأنف. بنسمع الأصوات عن طريق أي عضو؟ اللي هو الأذن. وبنستطيع إن نعرف ملمس الأشياء هي ناعمة، خشنة، مبلولة، ناشفة عن طريق اليد. تمام؟ هاي صورة للحواس الخمسة، هاي العين، هاي الأنف، هاي الأذن، وهي اليد، وهي اللسان للتذوق. أما بالنسبة للأعضاء الداخلية، عنا معطينا في الكتاب أربع أعضاء داخلية. العضو الأول اللي هو الدماغ. حكيت لكم الدماغ هو مسؤول إنه يتحكم في كل أعضاء الجسم. مين اللي بيعطي أوامر لكل أعضاء الجسم؟ الدماغ. إذن هو اللي مسؤول عن كل الأفعال وكل الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان. يعني لما مالك كان يوقف ويجي عندي، مين أعطى قدمي أمر إنه يقوم ويمشي ويجي لعندي؟ دماغه. تمام؟ هون في عنا القلب. القلب شو بيعملنا يا تاني؟ فقط بضخ الدم لجميع أعضاء الجسم. طب مين بيعطي القلب أمر إنه يضخ الدم؟ الدماغ. تمام؟ إذن القلب بضخ الدم لجميع أعضاء الجسم. نيجي للرئتين. حكينا الرئتين بيعملولنا، بيساعدونا على عملية واحدة. شو هي هاي العملية؟ بتساعدنا على التنفس. لما كنت أحكي لكم خد شهيق وزفير، شهيق وزفير. إذا الشهيق والزفير هاي الخطوات إحنا بنعملها أو عملية التنفس بتصير عن طريق الرئتين. وآخر إشي عندنا المعدة. مش إحنا بناكل طعام، هذا الطعام بتحول لمواد بسيطة بيستفيد منها جسمي. طب هاي العملية شو بنسميها؟ الهضم. إذا المعدة تقوم بهضم الطعام الذي أتناوله. تمام؟ أربع أعضاء، الدماغ بتحكم بجميع أعضاء الجسم، القلب بضخ الدم، الرئتين بيساعدوني على التنفس، المعدة بتهضم الطعام الذي أتناوله. تمام يا تاني؟ نيجي لأسئلة الدرس. شو أعضاء جسم الإنسان؟ حكينا معانا نوعين، أعضاء الحس والأعضاء الداخلية. بدو إيانا نقارن بين وظيفة الأذن ووظيفة الدماغ من حيث وظيفة. شو وظيفة الأذن يا ثاني؟ السمع وظيفة الدماغ، يتحكم في جميع أعضاء الجسم. برافو عليكم. طيب هاي البنوتة شو استخدمت أعضاء وهي قاعدة بتاكل؟ أول إشي النظر أو البصر، ليش؟ لأنها قاعدة بتشوف الأكل. ثاني إشي اللمس، هي ماسكة الشوكة في إيدها. ثالث شي لسان، ذوقت الأكل. رابع شي اللي هي حاسة الشم عن طريق أنفها، شمت الطعام. تمام؟ في عنا سؤال تاني بحكي لكم ما عدد أعضاء جسم أو العضو الموجود هون؟ عنا الأذن. كم عضو أذن عنا في جسم الإنسان؟ برافو عليكم، تنتين. طب كم قلب عنا؟ برافو عليكم، واحدة. كم دماغ؟ واحد. طب كم رئة؟
رئتان. تمام يا ثاني؟ نيجي للدرس الثاني اللي داخل معنا بالامتحان، وهو العادات الصحية. ايش يعني عادات؟ هي سلوكيات بتساعدنا انه احنا نضلنا بصحة جيدة. انت بتعمل سلوك او تصرف بخلي جسمك دائما صحي وقوي. تمام؟ اهم اشي من العادات الصحية الغذاء الصحي. يومك عبارة عن 50% منه اكل، صح؟ بيحتاج جسمك لكميات معتدلة. ركز على هاي المعلومة، أنا باكل كميات كبيرة ولا كميات قليلة ولا كميات معتدلة من الطعام أو الغذاء عشان جسمي يضل قوي وصحي؟ كميات معتدلة. تمام؟ غير هيك قلنا أقل إشي لازم نشرب من 7 إلى 8 كاسات ماء كل يوم باعتبار لتر واحد مي. تمام؟ لازم أشرب مي بطريقة أو بكمية كافية. نيجي لمعلومة الخضار والفواكه. الخضروات والفواكه يا ماما بحموني من الأمراض. طول ما انت بتاكل فواكه وخضروات انت جسمك رح يضل صحي وما يقرب عليك لا فيروسات ولا أمراض، ورح تضل مناعتك قوية. هلأ تناول الدهون والزيوت بمد جسمي بالطاقة التي أحتاجها للحركة. تمام؟ مين اللي بيعطيك الطاقة انك تصحى وتطلع وتشتغل وتدرس وتلعب وتركض وتعمل؟ الدهون والزيوت بيعطوك طاقة بتخليك بكامل صحتك وحيويتك. أما البيض والحليب واللحوم والبقوليات والألبان ومشتقاتها بيساعدوا على نمو جسمك. شو بيخلي جسمك يطول يكبر، صحتك تكون منيحة، تكون قاعد ماشي بنفس أعمار يعني حجم جسمك نفس عمرك. إيش هاي الأشياء؟ البيض والحليب واللحوم. تمام؟